80 التلفزيون عارفين هذوك عند هذا المصباح واحد هذا المطار طافي واحد يا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم رانا عند المقبرة نتاع الشهداء في دوار القناشة، رانا باين هضرو على الشهداء اللي ماتوا هنايا 58 نهار الهوت عاد يقول 58 كان الجيش هنا وقالنا غدوة الهوت عاد يقول اللي هما يخرجوا برا انتم راكم شاردين هنا مع الجيش ما تبانوش ولا يخرج برا غادي يضرب على الطيارة. الشعب فار شوية وصحاب الدوار هادو قعدوا هنايا، كان واحد المجاهدين كانوا في الوادي واحد المخبى على نص نهار قال انا خرجوا للدوار كاش مالو النهار راح، منين خرجوا يتلاقاهم الطيار يدورونا، جاو يتبعوا فيهم يدوروا عليهم الاحداث اللي دخلوا هنا في الخيام، لكن ما صاروا ضربوهم ولا ثلاثة تما في خيمة ماتوا ردوا الدوار مطر. كان حوالي بالك حاجة تاع 17 واحد هنا في المقبرة هذه، والشهداء كاع الجميع هنا تاع القناشة كان حوالي 22 واحد كاع هنا شهداء، كاين 17 وكاين الآخرين في مواضع واحدة أخرى، ودفناهم هنا درنا زوج ثلاثة في الطرانشي ونردمو، ما خرجنا حتى المغرب عاد باردمنا. أنا الأسم بن عسلام محمد ولد الجلالي من دوار القناشة. ورانا اليوم عند المخبى نتاع الخروبة اللي كانت سبيطار وكانوا يداو فيها المرضى اللي خدمنا هنا في الخروبة وكانوا يداو فيها المرضى، ومات فيها الشهيد بغدود بن عودة، ورانا دفننا هنا في الحوض تاع الخروبة، وهذو كانوا يداو فيها المرضى ودخلنا فيهم الجنود المرضى ودخلنا المفلسين كانوا هنا في المخبى هذه كانوا يداو. رانا في المقبرة نتاع القناشة اللي في ثنية اللي مدفون فيها جدودنا منهم الحاج بن عسلة، مدفون هنايا جدودنا الأولين، وراهم مدفونين معاهم هنا ثلاثة تاع شهداء فيهم المقدم محمد ولد بزروقي ضربتها الطيارة، وفيهم زوجة دوار البغدادي هي ولدها ضربهم الشهر ودفنهم هما ثلاثة هنا في المقبرة هذه. هذه هنايا كانت واحد الدار هنا في نقول احنا نقول شعوش بوعزه، كان واحد الدار هنا وداروها بسط، جا بن عسلة قدور جندي هذا كان في السيزيام وجا هنا دربنا احنا ندربنا فيها، ومن بعد داروها بسط هنا ضحاو يجوا اتصالات يجوا اتصالات هنا يتلقاهم الرياسه هنا يجوا اتصالات. هذا بن جلولي بن عمر كان اتصال جاي مسكين اتصال وجاي في جار هذاك كان مكامبي هنايا في النهار يظل مكامبي وفي الليل يتمشى، هما مكامبين هنا ورابطين على الحوايط تاع الدار هذيك، هو ما عندهاش الخبر جاي يدخل للدار، من دخل للدار سمع التصفيرة، جا خارج صاوب من دايرين بيه، قبضوه، وكي دعوت قلت أنا قالوا ما أنا نهاية من هنا وما عندي حد وما أنا كذا، أش حد راه عاد راه عملي ماهوش كاع اتصال ماهو جندي، قبل ما يقبضوا هذوك كي شافهم جاو قطع هذوك الأوراق وردمهم. وداوه دخلوه للبوسط داوه في الرام هناك، هذو اللي كانوا محطة هنايا
كاين بن عسلة الجيلاني وبن عسلة عبد القاهر ولده، وأنا بن عسلة محمد، كاين سي بن عسلة بن عسلة بن عسلة، وكاين سي بن عسلة محمد سي محمد أحمد، كاين سي مصطفى، وكاين سي جابر الحرطاني، كاين ابن الدين بن يعقوب وابن ابن الدين العربي، كاين شايب العين المهدي، وكاين عرابي محمد هادو، وكاين هنا دوار البغدادي، وكاين مختاري الحبيب، وكاين هادو مالي كانوا هنايا قايمين بالواجب هنايا، وكانوا في ثورة هنايا محطة للجيش هنايا، والجيش هنا عندنا دائما وأبدا من يجيش يجي قاز المحطة هنايا، وكاين المسؤولين هنا كان بن عسلة عبد القا، بن عسلة المقدم، بن عسلة محمد المدعو المقدم، داونا الجيش، وداونا في رمضان دانا محمد صغير وبن عسلة محمد. وقت رمضان وقالنا انتم راكم مجاهدين اللي تاكلوا رمضان، كاين اللي قبضوه كلا رمضان وراح، وكاين اللي احنا واحد زوج روحنا حتى شعبة الحجابة فطرنا.